ما شاء الله الفنان صابر الرباعي شعبية كبيرة في مصر وفي تونس، واحنا داخلين على حدث كبير نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي المصري والترجي التونسي، وانت حضرتك ليك شعبية كبيرة في مصر، شايف وليك طبعا يعني ليك في الكورة، شايف العلاقة القوية اللي بتجمع ما بين مصر وتونس ازاي يا استاذ صابر؟ طبعا هي اكيد يعني تبقى دائما في اطار المنافسة الرياضية الشريفة اللي بين بلدين متعودين على بعض، متعودين على نجاحاتهم كمستمتعين احنا بالكرة المصرية، كمستمتعين بالكرة التونسية، وده مش غريب طبعا. يعني احنا دائما تونس ومصر نلتقي دائما في المناسبات الكبرى، فما بالك اليوم نحكي عن مناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا. فاحنا الترجي والأهلي دائما يعني يمتعونا أول شيء بمباراة قوية جدا، يمتعونا بكمية اللعب وكمية الكرة النظيفة واللي تشرف كل بلد وتشرف بلدهم يعني بالنهاية. فأنا بالنسبة لي أنا يعني لحظات المتعة لما نلتقي في مباريات نهائية ولا في تصفيات ولا هذا كله نستمتع به صراحة يعني كلنا. هتشوف المباراة في مصر ولا في تونس استاذ صابر؟ أنا المفروض باش نكون في تونس. إن شاء الله مع الأسف باش نكون أمام الشاشة. ولو أنه المباراة باش يعني بتكون هي أولاً في رادس. المباراة الأولى في ملعب رادس محمد العقربي. بالضبط. والمباراة الثانية هتكون في مصر إن شاء الله. في مصر. فا يعني اكيد المتعه مش تكون موجوده والحماس مش يكون اكثر من رائع اكيد.